بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. تقبل الله أعمالكم، أجاب الله دعواتكم، قضى الله حوائجكم في الدنيا والآخرة إن شاء الله. سبق أن أشرت في أكثر من مرة إلى أن علامات الظهور هي جهاز وإنذار مبكر، هي جهد استخباري مبكر، هي آلية من الآليات التي استخدمها أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم لترشيد الوعي ولزيادة البصيرة. من خلال هذه الروايات يتم تنبيه المؤمنين، يتم إنذار المؤمنين، يتم تحريض المؤمنين، يتم تحفيز المؤمنين، وهكذا بقية العوامل التي يحتاجها الإنسان حينما يريد أن يواجه قضية مهمة وترتبط هذه القضية بمحور أساسي من محاور هذه الرسالة. ولذلك اجتهدنا خلال هذه الفترة إلى أن لا ننظر إلى العلامات بعنوانها مجرد قصة عن المستقبل، وإنما هذه القصة قيلت أو هذه النادرة ذكرت لأن مطلوب منها أن ينظر إليها المؤمن فيقوي بها بصيرته، ينظر بها إلى ظرف الزمان والمكان فتنمو معه بصيرته وعيه وينتبه إلى مخططات أعدائه. اليوم في مثل هذه الأوقات، إذ بدا واضحا أن ما كنا نتحدث عنه بشأن أهمية هذا العصر بالنسبة إلى علامات الظهور لم يكن حديثا عاطفيا كما تصوره الكثيرون ممن ربما استفزتهم كثافة الحديث عن أن هذا الزمن هو زمن مقارب جدا إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لكن مع الأيام تبدى أن ما كان قد يقال أصبح في الأفق المنظور إن لم يكن بعضه قد تحقق. وبالنتيجة علينا ألا ننظر إلى أوضاعنا بعنوانها الأوضاع الطبيعية التي لا تحتاج إلى تحفيز أو تحريض أو انتباه أو حالة الحذر أو ما إلى ذلك، وإنما علينا أن نرفع من مستوى الوعي ومن مستوى الإرادة والانتباه لكي نرقى إلى مستوى ما يتم حديث أئمتنا معنا لوضوح أن حديثهم بدأ يعطي ثماراً أساسية على أقل التقادير في إشادة بنيان الأمل في الزمن الذي يحاول أعداء هذه الأمة أن يعدموا الأمل وأن يحيلوا أوضاع المعنوية عند الناس إلى حالة اليأس، إلى حالة الملل، إلى حالة عدم الإيمان بالمستقبل وما إلى ذلك. في مثل هذا الوقت أنا أعتقد إن لم يكن الحديث عن هذه العلامات، ولا أتحدث هنا عن الإسقاطات، وإنما إن لم يكن لهذه العلامات الحديث عن هذه العلامات أهمية إلا بمقدار أنها شحنت النفوس بالأمل وأعادت القضية المهدوية
من مجرد حديث عن المستقبل إلى حديث يتلامس مع الواقع، ويحاول المؤمن أن يهيئ نفسه لمستلزمات هذه الأمور. إن لم يكن ثمة فائدة إلا هذه الفائدة، فأعتقد أن إنجازها كبير جدا. لكن ما بالك أن الأمر يتعدى ذلك، وما بالك لو أننا رأينا إلى كل المحيط العالمي، لا سيما المحيط المتعلق بحركة علامات الظهور وبالأمور التي عادة حدثنا فيها بأنها تحصل في عشية الظهور، إذا ما رأينا إلى عالمنا الداخلي والإقليمي، سنجد أن تركيا خلال كل هذه الأزمان لم تتحرك إلا كما تتحرك به الآن. وهذا الحراك تارة حينما ننظر إلى طبيعة علاقتها مع الأكراد في سوريا، إلى طبيعة علاقتها مع المحاور الانفصالية الأخرى في إدلب وما إلى ذلك، إذا ما نظرنا إلى مطامعها في سوريا سنجد أن هذه الأمور متطابقة تماماً مع ما قد سبق أن حدثنا أئمتنا حول ذلك. إن ما نظرنا إلى ما يجري في أحداث شرق سوريا، لا يمكن إلا أن نقول بأن ما يجري هو مقارب إلى حد كبير في الإرهاصات التي تؤدي إلى ما سبق لهذه العلامات أن حدثتنا بذلك. إن نظرنا إلى العراق من أكثر من جهة، سنجد أن الآفاق التي أشير إليها أصبحت مهيئة، أصبحت منظورة في العديد من الجوانب. إن ما نظرنا إلى إيران، إن ما نظرنا إلى الحجاز، إن ما نظرنا إلى الأبعاد العالمية في طبيعة العلاقات الدولية، في طبيعة الصراعات الموجودة، إن ما نظرنا إلى المناخ العالمي وطبيعة التغييرات، إن ما نظرنا إلى الأوضاع الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، لا يمكن أن نقول كل هذه جاءت في فترة بصورة عبثية، وكلها تجمعت في وقت واحد وكأنها تحصل دائما وفي كل زمان وفي كل مكان. من الواضح جدا أن الحديث الذي ابتدأناه عن نار أذربيجان منذ قرابة السنتين، وقلنا بأن النار التي لا يقوم لها شيء، هذه شروطها وهذه ظروفها وتتشكل بهذه الشاكلة، بدأنا الآن نيقن بأن ما سبق أن قلناه بأنها شرائط لإدامة المعركة، لا زالت هذه الحرب لا سبيل لنهايتها، ولا زال العالم يتكفأ بعضه على بعض نتيجة لطبيعة الوضع في أوكرانيا وطبيعة النتائج المترتبة على ذلك. حينما كنا نتحدث عن حرب الأوروبيين فيما بينهم، كانت القضية أشبه بالخيال، أما اليوم أصبحت مقاربة جدا للحقيقة. تحدثنا عن المشاكل الاجتماعية، تحدثنا عن المشاكل الاقتصادية، وإذا بنا نجد اليوم تقارب الأوضاع هذه إلى طبيعة ما أشارت إليه رواية. حتى الانهيار الأخلاقي الذي تحدثت عنه رواياتنا بشكل مبكر، أيضا أصبح له انعكاسه العالمي، صداه العالمي، بحيث يمكن أن نقول بأنه لم يسبق للعالم أن وصل إلى انهيار أخلاقي كما وصل إليه الوضع في وقتنا هذا. حتى قرى سدوم وما جرى في قوم لوط ما كانت إلا نموذج مصغر جدا لطبيعة الانهيارات الأخلاقية الحاصلة في يومنا هذا، مع أن الروايات أيضا أشارت. في هذه الخلاصة التي أقدمها بين يدي الأخوة حفظهم الله تعالى، لست في صدد الإسقاط، كما أني أنبه إلى أن الإسقاط ليس توقيتا، لكن لست في صدد الإسقاط، وإنما أنبه إلى أن اجتماع كل هذه الأمور لا يحصل بصورة اعتيادية في التاريخ. لا يمكن أن نتلمس أن ما أشارت إليه رواياتنا كلها تتجمع في ظرف زماني
واحد، وهو خلال يمكن لك أن تنظر خلال العشر سنين اللي مرت كيف أن الأمور احتدمت وسارت بشكل متسارع حتى وصلت الأمور الآن إلى ما وصلنا إليه، ونحن ننظر إلى أن آفاق العلامات وسماء العلامات أصبحت مترائية للجميع، حتى الذين كانوا لا يصدقون، حتى الذين كانوا متشائمين عليكم السلام أصبح لهم حديثهم الآخر وأصبحت لديهم قضية أخرى. في مثل هذه القضايا العودة أيضاً إلى هذه العلامات لقراءة المستقبل مهمة جداً، لأنها تعطينا مجالاً للنظر إلى مشاكلنا الحقيقية. وهنا أعود إلى تساؤل مشابه إلى التساؤل الذي طرحته قبل أسبوعين حينما أشرت إلى طبيعة ظاهرة الغامضة في أن السفياني يتقدم سريعاً ثم ينهزم سريعاً، وأردنا أن نفسر وصلنا إلى بعض من النتائج، وأنا أشير إلى أن ما نصل إليه من نتائج ليس بالضرورة أن يأتي مطابقاً. نحن نتحدث عن ظواهر نريد أن نفسرها، قد نخطئ في الظن ولكن بالنتيجة الظاهرة يجب أن تفسر. حينما أشار إليها أئمتنا أرادوا منا أن نتعامل معها بعنوانها قضية حقيقية، ومن يتعامل مع القضايا الحقيقية يجب عليه أن يعد ويستعد لكل ما يترتب على هذه القضايا. وقد وجدنا تفسيراً لسبب تأخر اليماني الموعود، تفسيراً لسبب تقدم السفياني الموعود، واستطعنا أن نوجد تلفيقاً ما بين الروايات لنصل إلى أن المجتمع الذي فيه كثرة عددية من دون وجود القيادة لا يمكن أن ينتج عملاً نوعياً كالعمل النوعي الذي وجدناه قد أنتج بيد اليماني الموعود والخراساني الموعود. هذا العمل النوعي أنهم حولوا التراكم العددي أو الأعداد الكثيرة التي لم يكن لها قائد، حولوها إلى وحدة واحدة متجمعة الإرادة متجمعة الإمكانات، واستطاعت هذه الجموع الموحدة استطاعت أن تحسم الصراع بشكل سريع جدا. وقد رأينا لدينا مثالنا الواضح في طبيعة الذي جرى معنا خلال الفترة المنصرمة، كيف أن أعدادا كبيرة جداً من القوات الأمنية لم تستطع أن تواجه حشوداً صغيرة جداً من داعش أو من الذين التحقوا بهم من رجالات المنتسبين إلى العشائر أو ما إلى ذلك. لكن حينما جاءت الإرادة الموحدة، القيادة الموحدة، الأمر الموحد أو القرار الموحد من المرجعية العليا، تبين أن كل هذه الحشود التي هزمت أعداداً هائلة جداً أو انهزمت أمامها أعداد هائلة جداً من القوات الأمنية، كيف أنها تضاءلت ثم تضاءلت إلى أن أصبحنا نتحدث بأن داعش ما عادت مشكلة، وبدأ الفريق الآخر يفقد مشروعه السياسي وبدأ يفكر بطريقة مختلفة عما كان يفكر عليه في السابق. اليوم أيضاً عندنا هذا التساؤل والذي يتعلق بالسبب الذي يجعل السفياني يتحدث عنه المعصوم بأنه لا يكون له همة إلا العراق. رجل سوري، إمكاناته سورية، كيف أنه يجد أنه لا همة له إلا العراق وهو آنذاك لما يدخل العراق بعد في سوريا، لكن الموضوع الرئيسي الذي عنده يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا يكون له همة إلا العراق. هذه القضية قطعا لا تتعلق بالسفياني فحسب، وإنما ثمة ما يجري في العراق بحيث يستدعي من السفياني ومن أوكل إليه هذا العمل، يستدعي منه أن يعالج هذه الأمور التي تجري في العراق.
وإلا رجل يأتي متنصراً أي متحالفاً مع الغرب، في عنقه صليب، يستولي على الشام بحركة سريعة جداً، هذه الشام التي لم يتمكن الأعداء الشام في أن يحسموا الصراع لصالحهم. ثم يأتي هذا الرجل ليحسم الصراع خلال 6 أشهر، ومن بعد 6 أشهر لا يكون له همة إلا العراق. غافل من يمر على هذه الروايات من دون أن يقف لكي يحلل ماذا يوجد خلف هذه الكلمات، وماذا يوجد من خلفيات تستدعي وجود هذه الظاهرة التي تؤدي إلى أن السفياني يقتحم العراق. لا شك ولا ريب أن القلق حينما يقرأ الإنسان عن هذه الروايات يستبد به القلق. أين القوى الأمنية؟ ماذا سيفعل الناس؟ كيف يمكن؟ وهنا تحليلات عديدة جدا تشير بطريقة أو بأخرى إلى ما أعرف عنه بأنه الأجوبة السريعة التي يريد أن يتخلص المجيب عن تبعتها. هسه شلون نقول أنه زين في زمن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام راح يجي والحرب النووية مش كانت موجودة، وهذا التخلص من الحرب النووية تحتاج إلى إجراءات تمتد إلى مئات السنين، آثار الحرب النووية أخطر من نفس الحرب النووية، شلون راح يتخلص من؟ يمكن للإنسان بشكل سريع جدا يقول الإمام بدعاء بمعجزة يخلص الناس من كل هذا الأمر. هذا الجواب السريع اللي يريد يتخلص من عند المجيب حتى يخلص، يذهب براس المعجزة، يذهب بعوامل ما إلها علاقة بإرادة الإنسان، وبالنتيجة يمكن أن يقول أكو خوانة، يمكن أن يقول كذا، لكن تعليل وجود الخائن، وجود المنحرف يجب أن يتم بطريقة شجاعة جريئة تضع النقاط على الحروف حتى يتمكن الإنسان من اتخاذ التدابير التي لا تؤدي بهذا المنافق، بهذا المنحرف، بهذا العميل إلى أن يتمادى بحيث يأخذ مساحة كبرى في هذا المجال. حينما أنظر إلى الرواية التي تشير إلى أن 16,000 من البترية سيتصدون إلى الإمام، أنا أنظر إلى جانبين. الجانب الأول وجود منحرفين بهذه الأعداد، لكن الجانب الثاني 16,000 قياساً إلى سكان العراق شنو قيمتهم؟ ما لهم ذيش القيمة الاستراتيجية الكبرى بحيث نفزع لوجود هذه الظاهرة؟ لكن للأولى، للتفسير الأول، يجب أن أحلل، يجب أن أقف على الأسباب التي تؤدي إلى نشوء ظاهرة البترية، إلى نشوء ظاهرة الشيصباني، إلى نشوء ظاهرة صاحب البرقع، إلى نشوء هؤلاء الذين يميل الجار على جاره فيأخذه من تلابيبه ويقول هذا من شيعة علي، أمثال هذه الروايات التي أشارت إلى مظاهر من مظاهر الانحرافات والخيانات والعمل المضاد إلى البيئة الحاضنة لمشروع الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولكن في نفس الوقت علي أن أنظر إلى وجود مجاميع هائلة جداً، وإلا هذه الرواية التي تشير إلى أن الإمام بأبي وأمي حينما يأتي إلى الكوفة ويضطر إلى أن يبني مسجد له 1,000 باب، يشار إلى أن الجموع المؤمنة القواعد الحاضنة أكبر بكثير من أن توصف. يعني شنو مسجد إلى 1,000 باب؟ باعتبار أنه يشير إلى أن المكان الذي كانوا يصلون فيه لا يستطيع أن يأخذ جزءاً من المصلين لكثرة الزحام اللي موجود في هذا المجال. لذلك علينا أن نحلل الظواهر بطريقة طبيعية. وأعتقد واحدة من الأمور التي يجب أن نلتفت إليها ونضعها في الحسبان أن السفياني بعنوانه المشروع المعادي إنما يأتي لمعالجة خلل تصيب المنظومة الظالمة التي كان لها سبق تاريخي في السيطرة على العراق، وإلا
لماذا يأتي ولا يكون له همة إلا العراق؟ معناها هناك الشيء فقد كان بأيدي هؤلاء الذي تحالف معهم كان بأيديهم فقدوه، لذلك يريدون أن يستعيدوه. وبالنتيجة علينا ألا ننظر إلى المماحكات بيننا وبين الذين كانوا يريدون الاستيلاء أو كانوا يستولون على العراق ثم يريدون العودة إلى الاستيلاء. هذه المماحكات بما تتضمن من معاناة، بما تتضمن من مصاعب، بما تتضمن من ضحايا وما إلى ذلك، بما تتضمن من إزعاجات ومن ملل وما إلى ذلك، يجب أن ترصد سلفا لأنها من أدوات العدو. وواهم جدا من ينظر إلى أدوات العدو ويدعها سالمة أو لا يحرك فيها، ما من شأنه أن يحبطها وأن يطيح بها. واهم جدا من يتصور أنه إن لم يصدر عداوة للعدو سوف يتركه العدو سالما غانما مرتاحا. والقاعدة التي يشير إليها الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بأن من نام لم ينم عنه، هذه القاعدة يجب أن تبقى ماثلة في عقول وفي وعي وفي بصيرة الأخوة المنتظرين أو التواقين إلى نصرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه، لأنها قاعدة أساسية ولا يمكن التخلي عن النظرة إلى الآخر بعيدا عن مثل هذه القاعدة. هذا أولا. إذن علينا أن نتيقن في البداية بأن العراق سيمر بمراحل. المرحلة الأولى، وهنا لا أشير إلى كل التاريخ وإنما التاريخ المتعلق بعشية ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هذه الفترة سيمر العراق بفترة فيها انحسار بالوجود الإيماني لصالح الوجود المضاد إلى المؤمنين. يكون فيها قتل ذريع، يكون فيها فتنة صيلم، تكون فيها مظاهر كثيرة أشار إليها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بطريقة أو بأخرى. لكن هذه الفترة ستنحسر وسيأتي ما من شأنه أن يعرب عن وجود اختلال في موازنات القوى، ما يؤدي بالنتيجة إلى أن الذي كان يستولي يبدأ بانحسار النفوذ ويبدأ بخسران مقاعده ومناصبه التي كان عليها. وهنا أرجوكم لا تنظروا إلى الأمر بعنوانه قصة محلية، أي أنه بسبب المحافظة الفلانية أو أبناء المحافظة الفلانية كانوا يسيطرون وأصبحوا لا يسيطرون وما إلى ذلك من الأمور التي حاول خلال هذه الفترة الأعداء أن يوهمونا بأن الصراع جوهره هو هذه القضية، بينما الجوهر الأساسي من يقفون وراء هؤلاء، من يقفون يمولون يحرضون يساعدون يؤيدون يهرجون معهم، هؤلاء هم الذين يكمنوا فيهم لب العداوة. إن لم نتوجه إلى هؤلاء سوف نبقى نتصارع، تتشابك الأيدي ولكنها لن تصل إلى القلب أبدا، بينما الذي يوجه أنظاره إلى لب الصراع وينظر إلى ببصيرة إلى المؤسسين لمثل هذه الصراعات يمكن له أن يختصر المسافة ولا ينشغل بالصراعات الجانبية بقدر ما ينشغل بالاتجاه إلى العنصر الأساسي في هذه القضية، وهو الذي يحرك وهو الذي يمول يهرج وما إلى ذلك من هذه الأمور. بشكل عام هنا سننظر حينما ننظر إلى قول الإمام بأنه لا يكون له همة إلا العراق، وحينما نصل إلى قناعة بأن هذا الذي يحرك السفياني هو نفسه الذي خسر العراق أو خسر بعضا من النفوذ في العراق، أو أصبح العراق بالنسبة له منطقة مزعجة بعد ما كان منطقة سلسة
كانت تدار السياسات فيه بالطريقة التي تؤمن مصالحه، أصبح العراق له وجهة نظر أخرى، له إرادة أخرى، أصبحت مزعجة بالنسبة إلى هذه الإرادات. بشكل طبيعي جدا يجب أن نضع هنا في مثل هذه الزاوية قصة عوف السلمي، ليس بعنوانها قصة رئيسية، ولكن من الذي أوجد عوفا هذا ومن الذي سيسقطه؟ لماذا أوجدوه؟ لم يوجد عوف هذا لمحض إرادته، وإنما ثم إرادة هسه تكون محلية إقليمية، لكن هذه الإرادة ستكون إرادة معادية، ستكون مقوضة إلى حالة القوى. حينما أنظر إلى ظاهرة عوف السلمي الذي سوف يقيم ما من شأنه أن يؤدي إلى قطيعة ما بطريقة ما بين المركز وما بين المحافظات الغربية، لكن بشكل عام حينما أنظر إلى هذه الظاهرة أنظر إليها من أبعاد متعددة. تارة لماذا هؤلاء اضطروا إلى وجود هذه الظاهرة؟ ثمة معاناة، ثمة نقص لديهم، ثمة مشكلة لديهم استدعت منهم أن يوجدوا مثل هذا الكيان أو مثل هذا المشروع. القضية الأخرى، أين القوى الأمنية؟ استطاع هذا أن يؤدي إلى بسبب أو لآخر إلى أن لا تكون القوى الأمنية موجودة في هذه المنطقة، وبالنتيجة لا يعرب هذا الأمر إلى أن قوانا تلاشت أمام سرعة السفياني، وإنما تؤدي إلى وجود مشاريع سياسية تحرك داخليا لمآرب خارجية، لمنافع خارجية، تحرك داخليا بعوامل داخلية، وبالنتيجة تؤدي إلى وجود هذا الخلل الذي سوف ندفع أثمانا كبيرة بسببه، نتيجة لما يؤدي إلى قوة السفياني وسرعة تغلغله في هذا المجال. وهنا أهمس في آذاني هؤلاء الذين لم يروا في القوى الأمنية بما من شأنه أن يقووها وأن يحموها وأن يحصنوها وأن يؤمنوا فيها الولاء الخاص إلى طبيعة ما يعني العراق عند ذلك، هؤلاء بكل أطيافهم بكل مستوياتهم. وهنا لا أشير إلى طرف بعينه، إحنا إذا ما نريد نتعاون مع هذه الأجهزة الأمنية أيضا سنكون شركاء، إذا إحنا ما نراقب الوضع الأمني أيضا سنكون شركاء، لكن القدر المتيقن أن من سيساهم بإضعاف هذه القوى لأي سبب من الأسباب سيكون شريكا وسيكون دخيلا في طبيعة الإنجاز السريع الذي سيحققه السفياني في هذا المجال. لكن في نفس الوقت حينما تنشأ ظاهرة عوف السلمي، واللي أتوقع في وقتها سيكون هناك جدل وسيكون هناك انهزام داخلي وسيكون هناك تذمر وسيكون هناك مزيد من التفكك وما إلى ذلك، هذا كله راح يصير، لكن القدر المتيقن أن هذا الذي أرعبنا سيكون وجودا هامشيا صغيرا جدا سرعان ما يقضى عليه ويتلاشى. من هنا أقول علينا أن ننتبه إلى كل المظاهر اللي تصير أمامنا، لن ننهزم قدامنا، إحنا أمام مظاهر تنتج طبيعيا، وهسه هذا المنتج من هو؟ هل هو العدو الخارجي؟ هل هو العدو الداخلي؟ هل هو لهذا العمل، لهذا السبب، لهذا المسبب؟ بغض النظر عن هذه، لكن لن نرتعب، علينا أن نمسك بأطراف القضية الأساسية، وحدة الكلمة، وحدة القرار، وحدة الموقف، هذا هو الذي سيؤدي إلى أن أكبر المشاريع التي يمكن للعدو أن يهيئ لها يمكن أن تتساقط. ويكفينا دليلا على ذلك هو أن اليماني الموعود ما أن يتحد الناس خلفه حتى يتلاشى طيف السفياني وينتهي ويتحول من مهاجم إلى هارب، ويتحول من غازي إلى فار يفر وذيوله تتساقط واحدة من بعد الأخرى، بحيث نرى
أن جيشه الذي ينحدر هاربا من النجف لن يصل إلى بغداد مع قرب المسافة، وإنما سوف يبات قبل أن يصل إلى بغداد. وهذه الإبادة يجب أن ننظر إليها بعين ماذا يمكن للمؤمن أن يفعل لو أنه تمسك بقرار واحد وأصبحت له إرادة موحدة. هذا من جهة. من جهة أخرى، حدثتنا الروايات عن عوامل كثيرة ستكون مساعدة. الأول أنه في زمن إقبال السفياني الأمراء يوم ذاك سيكونون من أولاد البغايا، هذا أولا. والسؤال كيف يصل أولاد البغايا إلى حالة الإمرة؟ كيف يتمكنون من أن يكونون هم الآمرون في هذه البرهة الحساسة من الزمن؟ ولا يمكن لي أن أفسر ذلك بتساهل أو بسذاجة وأقول بأنها صدفة أو ما إلى ذلك، وإنما أعزي ذلك إلى قلة البصيرة، قلة الوعي، قلة الالتزام، وقلة تحمل المسؤولية من قبل القواعد الحاضنة لمشروع الإمام روحي وأرواح العالمين له الفداء. سيكون لدينا شيء صباني، والسؤال من الذي سيقويه؟ من الذي سيعطيه قدرة في أن يقتل وفدكم؟ والوفد هم أشراف الناس أو أكابر الناس أو وجهاء الناس. من الذي سوف يعطيه هذه القدرة؟ لولا ذلك الجمع الغفير الذي يؤيده بالطريقة التي تشير إليه الرواية بأنه يفور أو أنصاره يفورون كما يفور الماء حين خروجه من البئر أو ما إلى ذلك، هذه الكثرة من أين جاءت ومن الذي أوجدها؟ هنا علينا أن نكون شجعانا في التأشير إلى أن هذه الظاهرة لن تنشأ من فراغ ولن تأتي صدفة، وإنما هذه الظاهرة تنمو وسط تغافل، وسط بلاهة، وسط ترهل من قبل المعنيين بالمسألة العقائدية، بالمسألة السياسية، بالمسألة الأمنية، بالمسألة الاجتماعية، تؤدي إلى وجود ظاهرة اسمها ظاهرة الشيصباني. من الذي سوف يوجد حينما تتحدث الروايات عن صاحب البرقع؟ من الذي أوجد هذا؟ من الذي جعل له هذا النفوذ بحيث أنه يعرفكم ولا تعرفونه؟ هذا أيضاً نعزيه إلى الغفلة الأمنية، نعزيه إلى حالة التمادي في ترك المسؤولية بالشكل الذي يمكن له أن يصل إلى ما يصل إليه مثل هذا الرجل. أيضاً حينما يكون لدينا 16,000 من البترية، كيف يمكن لنا أن نصل إلى 16,000 مقاتل يقولون للإمام ارجع يا ابن فاطمة، ويبادرون إلى رفع السلاح بوجه الإمام روحي وأرواح العالمين له الفداء؟ حينما نريد أن نرى هذه الظواهر، طبعا ظواهر أخرى، دجال البصرة الذي أشار إليه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الكتب التي ستقرأ في الكوفة وفي البصرة بالبراءة من علي عليه السلام، أمثال هذه الظواهر يجب أن نضعها أمامنا كلوحة واحدة ونتساءل كيف يمكن لهذه المظاهر أن تنشأ في داخلنا، وكيف يمكن في المحيط الموالي لعلي بن أبي طالب أن يقرأ فيه كتاب بالبراءة من علي بن أبي طالب. هذه الروايات كان إلها وقع كلمتين ثلاثة أربعة خمسة في كتاب كبير يمكن للإنسان أن يقرأ يمر عليه من دون أن ينتبه، ومن دون أو حتى لو انتبه ما يتوقف عنده. لكن هذه الظواهر، هذه المظاهر، مظاهر قاتلة، مظاهر لو تماهلنا معها، لو ترهلنا إزاءها، ما الذي سينتج؟ سينتج أن 16,000 هؤلاء اللي يقاتلون الإمام يمكن أن يزيدون إلى ما هو أكثر من ذلك. ثم السؤال
يعود إلى أوله، كيف تنشأ هذه الظواهر؟ شنو معناها أنه عندنا 16,000 من البترية؟ وين العقائديين؟ وين البصيرة العقائدية؟ وين الناس اللي يربون الناس على العقيدة السليمة؟ قطعاً ثمة قطيعة. هسه هاي القطيعة شنو أسبابها؟ يمكن أن نعد ما شاء الله من الأسباب، لكن القدر المتيقن أن ثمة قطيعة ما بين العقيدة السليمة التي تؤدي إلى انتظام الإنسان المؤمن في المجموعة المؤمنة ليحقق الغرض المؤمن، إلى إنسان لا أبالي لا يهمه أين تذهب الدنيا وأين تأتي. هذا أولا. الأمر الآخر، هذه البيئة منذ زمن الإمام الصادق عليه السلام ربما تحديدا بدأت تتعلم على العلماء وتتعلم على وكلاء الأئمة. أين العلماء في هذه القضية؟ عندنا في زمننا هذا عندنا مراجع، الناس اعتادت طوال هذه الأزمنة في كل قضية أن تعود وتسأل. سبب، لأن الإمام أوجب عليهم ارجعوا إلى رواة حديثنا، من يصير عندك مشكلة ارجع إلى العالم. والمنطق العقلائي الطبيعي هو أن الجاهل يسأل العالم. اليوم بقصص التواصل الاجتماعي خلت الجاهل الأمي يمكن أن يصبح في نظر الناس عالماً كبيراً جداً، ما دام أكو إعلام والإعلام إلى ممولين. وين المشكلة أن يصير البتر الفلاني أو الدجال الفلاني أو الأتفاك الفلاني أو الكذاب الفلاني هو المرموز الكبير في نظر الناس؟ وين المشكلة؟ يفترض في مجتمع ينتصر على قريش وينتصر على البيت الأساسي الذي أوقد نار الحرب على رسول الله أن يكون حذراً من هذا البيت تحديداً. ولكن ما الذي حصل؟ أن هذا البيت الذي قاتل رسول الله هو الذي أمر على الناس، وهو الذي أصبح الناس يدافعون عنه. إذا كان هذا الأمر تحقق في التاريخ، وين المشكلة أن يتحقق الآن بعد ما شفنا أن صناعة الكذب وصناعة الافتراء وصناعة التجهيل وصناعة السخف وصناعة التفاهة أصبحت تجارة رائجة يسوق لها من قبل سياسات كبرى؟ أصبح الكثيرون لا ينظرون إلى الكذب بعنوانه رذيلة، وإنما أصبح يتفنن في أنه أنا أصبحت من المشاهير. شلون أصبحت من المشاهير؟ لأنه أنا كذاب، أجيد الكذب، أجيد الافتراء، أجيد الاعتداء على الآخرين. الآن انظروا إلى المشاهير شهرتهم بيش؟ ترى مو صعب أن يصير الإنسان مشهور، أصلاً مو صعب. الآن أنت روح أوقف قدام أحد الناس اللي لهم وجاهة اجتماعية الشتمة، بعد ما كانوا الناس ما ينظرون إليك أصبحت أنت منظور من قبل اللي يحترمون إلى هذا الرجل اللي إلى وجاهة. فشوي شوي إذا عندك إعلام، وهذا تعبير الروايات بأن كل هؤلاء سيخرج كل ذي صيصية صيصيته، اللي هي وسائل الإعلام، هي المنابر وما إلى ذلك، أصبح الأمر إذن سهل. يمكن أن يتقدم الجاهل على العالم، وإذا ما تقدم الجاهل إلى العالم راح يصير من السهل بمكان أن يأتي لهؤلاء الناس من يقول لهم بأن رمضان ليس في الأشهر الهجرية وإنما هو في الشهر التاسع، والكعبة ليست في مكة وإنما الكعبة في زقورة الناصرية. يمكن أن يأتيهم من يقول لهم أني رأيت في المنام أني فلان الفلاني، وبالنتيجة تعالوا اتبعوني. يمكن أن يضحك عليهم من كان يوهم الآخرين بأن اجتماعاته وفقهه وآراؤه كلها يأخذها مباشرة من الإمام
المنتظر الروحي وأرواح العالمين له الفداء. حينما تكون البيئة قابلة للجهل إذن يمكن للمغرضين أن يصلوا إلى هذه البيئة. خلال هذه الفترة أخواني الأعزاء نشرت في أمريكا وغير أمريكا دراسات كثيرة عن سر القوة الشيعية في العراق، سر قوة التشيع. في كل الدراسات اللي قسم منها قد تكون محايدة، قسم منها قد تكون مستقلة، قسم منها تكون معادية، قسم منها مغرضة، قسم منها مؤيدة، كلهم يشيرون إلى موقع المرجعية الدينية بعنوانه أحد أبرز مقومات القوة في الوجود الشيعي. طيب هسه المؤيد جزاه الله خير هذا يدفع باتجاه تدعيم هذه المرجعية، لكن ماذا بالنسبة إلى المغرض والمعادي؟ هل سوف يبقى ينتظر أن هذه المرجعية تصبح أقوى من قبل؟ تماسك الناس مع المرجعية يصبح أقوى من قبل، لا سيما أن وسائل التواصل مثل ما أتاحت للمغرضين مساحة كبيرة من العمل، هي في نفس الوقت أتاحت للمؤمنين مساحة كبيرة من العمل، بحيث يمكن أن لا نقايس بين ولاءات الناس بأعدادهم وكمياتهم إلى المرجعية في يومنا هذا مع المرجعيات التي عاشت في زمن لم يكن فيه التواصل الاجتماعي موجودا. لا شك ولا ريب أن ثمة آحاد في أزمنة، ولكن ثمة مئات الملايين أو عشرات الملايين في زمننا هذا. لكن هذا الأمر حينما يكون ثمة مغرض يجد أن فتوى الإمام المفدى في الجهاد الكفائي أصابته في الصميم وريشت سهما قاتلا في قلب الاستكبار في العراق، هل سوف ينظر إلى صاحب هذه الفتيا أو إلى المؤسسة التي أنتجت هذه الفتيا، هل سينظر إليه بعنوان الراحة أم أنه سيعمل على كل ما من شأنه أن يوجد قطيع ما بين مرجعية كمقام وما بين المؤمنين كمطالبين بالولاء لهذه المرجعية والاستماع لقولها والعمل برأيها؟ ينقل عن المجدد الشيرازي قدس الله روحه الزكية حينما رأى إطاعة الناس لفتياه بتحريم التبغ أو ما يعرف عنه في إيران بالتنباكو، بتحريم التبغ، وكان التبغ هو عبارة عن أداة اقتصادية بيد البريطانيين للضغط على الإيرانيين. حينما أمر ورأى الشاه يوم ذاك أن زوجته أحد الذين التزموا قدم لها التبغ، فامتنعت وقالت له إن الذي زوجني منك هو الذي حرمه علي. من يشوفون هذه العقيدة بهذه الطريقة إيش راح يسوون؟ راح يصفقون مثلاً؟ لو راح يفكرون ذولا مو مثلنا للأسف، إحنا للأسف مو هيك، ذولا يفكرون بالعوامل المضادة لهم يروحون يعملون على تخريب وإنهاء وتصفية كل هذه العوامل المضادة. فإذا كانت المرجعية تقف حائلا دون وصولهم إلى مآربهم، إذن المطلوب تضعيف المرجعية، إسقاط الولاء، التشكيك بوجودها، عمل كل ما من شأنه أن يخفف العلق بين المرجعية وبين الناس. الآن أنتم شو تشوفون؟ ظاهرة الشيصباني من أين تنشأ؟ ظاهرة البترية من أين تنشأ؟ ظاهرة صاحب البرقع من أين تنشأ؟ ظاهرة دجال البصرة من أين تنشأ؟ كل هؤلاء الدجالين
أصحاب الرايات الاثني عشر المتشابهة التي يتحدث عنها المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، من وين تنشأ؟ تنشأ نتيجة في أحد العوامل الأساسية، تنشأ لوجود هذا الخلل، الناس ما ترجع إلى العالم. وهسه شنو الذريعة؟ ما شاء الله يمكن لك أن تأخذ من الذرائع ما تشاء. اليوم اللي يريد يشكك بالمرجعية يمكن أن يروح إلى بعض الروايات يستغلها وهي تصوب باتجاه معين، يستغلها لتصويبها بالاتجاه المضاد. يعني ذول اليوم المولوية وغير المولوية من الذين يحملون هم أسقاط الاجتهاد، إيش عندهم مشكلة ويا الاجتهاد؟ مع أن الاجتهاد عمل علمي يفترض أن يشرف الإنسان، مع أن الإنسان المسلم بل الإنسان العاقل مأمور بأن يتبع من هو أعلم منه. اليوم أنا إذا عندي بناء وما أروح إلى المهندس وأسأل شلون أبني، بيا طريقة أنا راح أبني؟ راح يجي بنائي سليم مثلاً؟ إذا أنا عندي أموال وأريد أروح أتاجر وما أستند إلى رؤية التاجر وصاحب الخبرة الاقتصادية، من اللي راح يضيع أمواله؟ أنا له هو، أنا اللي راح أضيع أمواله. ذلك القرآن الكريم حينما يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إنما يشير إلى مبدأ عقلي هو ضرورة رجوع الجاهل إلى العالم. إحنا عندنا روايات بمنع الاجتهاد، لكن عن أي اجتهاد تتحدث الروايات؟ علينا أن نسأل. مجرد أن نشوف رواية تمنع الاجتهاد مو معناها أنها تقصد الاجتهاد اللي عندنا، تقصد اجتهاد أولئكم الذين أعملوا آراءهم الشخصية، أوجدوا لهم مقاييس، أوجدوا لهم آليات للتعامل مع مشكلة اسمها الإفتاء، مشكلة اسمها عملية التفقه. يعني هذا اللي إجا ألزم الناس بالقياس يقول أنا مجتهد، لكن هو مجتهد بماذا؟ مجتهد برأيه الشخصي، ما إلى علاقة بالتشريع. الإمام الصادق عليه السلام حينما يقول لأبي حنيفة لا تقس فإن أول من قاس هو إبليس، حينما قال أنا خير منه، وأشار إلى قاعدة عقلائية أن الشرع لا يؤخذ بالرأي الشخصي، لا يؤخذ بالاجتهاد الشخصي، لا يؤخذ بالمقاييس التي أبتدعها أنا، وإنما أذهب إلى الرأي الذي يقول لي. حينما يقول لي فاسألوا أهل الذكر، طيب يا سيدي ومولاي أنا مآمن، من هم أهل الذكر؟ تعال عرف ليهم. يقول هم رواة الحديث. عظيم جدا، رواة الحديث من هم؟ قال لي ارجعوا إلى رواة حديثنا. لم يكتفي بذلك، وإنما قال فإنهم حجتي عليكم، بمعنى أنه مثل ما أنا موجود وأعطيكم الرأي، ذولا يجب عليكم إطاعتهم فيما يعطونهم يعطونكم من رأي وكأني موجود. وحقيقة هنا أنا أقولها، واحدة من أسرار بقاء التشيع في زمن الغيبة مؤمنا بالرجل الغائب أو بالإمام الغائب وكأنه حاضر معهم، شاهد معهم، يشاهدونه وإن لم ينظرون إلى جسم أو ينظروا إلى شخص أو ما إلى ذلك، واحدة من الأسباب هو أن الناس اعتمدت منهج الأئمة يوم ذاك اللي هو رجوع الجاهل إلى العالم. أما قصة الروايات اللي تمنع الاجتهاد، نعم تمنع الاجتهاد في قبال القياس، في قبال المصالح المستلة، في قبال الاستحسانات، في قبال كل رأي يحاول إدخال الرأي الشخصي في التشريع، لسبب بسيط: التشريع ليس ملكا للناس، التشريع ملك لله جل وعلا، هو المشرع. والله سبحانه وتعالى أوجد علينا حججاً هم يكونون المصدر الثاني لهذا الشر. أوجد لنا أنبياء وقال لنا خذوا دينكم من هؤلاء،
ثم النبي الأكرم قال لنا أني لن أبقى لكم، وثمة من سيمتد معي، أنا منذر ولكل قوم هاد. جئنا وسألنا من هو الهادي؟ قيل لنا الأئمة الاثنى عشر. عظيم. الأئمة ماذا تقولون إن غبتم؟ ارجعوا إلى رواة حديثنا. عظيم. من هم رواة الحديث؟ أفقه الناس بحديث أهل البيت، مو بأي حديث كان. طيب هذا أفقه الناس على أي أساس يكون هو أفقه من غيره؟ إذا الكتب هي نفس الكتب والأحاديث هي نفس الأحاديث، شلون أتهم أنه أفقه الناس فلان مو فلان؟ بالعمل الاجتهادي الذي يبذل فيه هذا الرجل كل جهده ووسعه لفهم رواية أهل البيت، مو لفهم الشخصي، وإنما لفهم رواية أهل البيت من أجل أن ينتج رأياً اجتهادياً، والاجتهاد هنا جاء نتيجة للجهد الذي يبذل من أجل الوصول إلى استنباط الحكم الشرعي من مصادره الشرعية، مو من أي مصدر كان. إحنا خلافنا مع أبي حنيفة، خلافنا مع مالك، خلافنا مع الشافعي خلاف لأنهم أوجدوا آليات للتفقه لا علاقة لها بالتشريع. القياس الإمام الصادق عليه السلام يضرب مثالاً واضحاً جداً، أو هشام بن الحكم، أو هكذا المتكلمين من أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، يقولون لهم من هي المهمة؟ الصلاة. الصلاة مهمة لو الصيام؟ لا يا أبا، الصلاة مهمة. زين تعالوا حلوا لنا إياها. المرأة حينما تحيض تسقط عنها الصلاة؟ لو ما تسقط عنها الصلاة بلا تسقط عنها. زين الصيام شنو، يسقط عنها؟ لا ما يسقط عنها. فإذا كان الحيض يؤدي إلى أن ما هو أكبر يبقى، ما هو أكبر يزول وما هو أصغر يبقى، شلون إذن القياس يكون صحيح؟ وأمثال هذه الأمور كثيرة جدا، لكن القدر المتيقن إحنا ما قبلنا، لأن القياس عمل في الرأي الشخصي، جهد في الرأي الشخصي، الاستحسان والله هذا زين وهذا بمصلحة وذاك، الاستحسان مرفوض لأنه لا يرجع إلى الأصل التشريعي المسمى بالسنة المشرفة، سواء كانت سنة الرسول الأعظم أو سنة الأئمة الأطهار. من يكون الأمر بهذه الشاكلة، عندئذ كيف ستجد أن هؤلاء الذين يروجون ببطلان اجتهاد من يعمل جهده لاستخراج الحكم الشرعي من مصادره الشرعية التي قال بها أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليه؟ هل تقول بأنه عالم أم جاهل؟ ومن الواضح أنه جاهل، لكن ليس كل جاهل مدفوع بجهله، وإنما ثمة جهلة يتراءون للناس ولكنهم مدفوعون لأغراض أخرى ولأجندات أخرى. هنا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يلتفت إلى حالة هي طبيعية. زين يابا، هسه إحنا كنا في زمن اشتبهت علينا الأمور، اختلط الحابل بالنابل، الأبيض مع الأسود وما إلى ذلك، اختلطت علينا الأمور، كيف يمكن أن نتعامل بذاك الوقت؟ ما ندري هذا حق، الناس تحكي أشكال وأرنان، وما صار عندنا سبيل إلى أن نعرف من هو صاحب الحق. أشار الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى قاعدة، هذه القاعدة إذا تمسكت بها تنفعكم في كل القضايا، مو بس في القضايا الفقهية أو القضايا العقائد، في كل القضايا، في القضايا السياسية، في القضايا الأمنية، في كل الأمور تنفعكم، وهي أنه إذا صارت المسألة مسألة شك أرجع إلى نقطة اليقين. أنت في يوم من الأيام عندك يقين أن الأئمة 12،
مو يقين هذا، يجيك واحد يقول لك أنا الإمام الثالث عشر، ترتبك نتيجة للإعلام وما إلى ذلك. القاعدة شو تقول لك؟ ارجع إلى اليقين وبعد ذلك فتش، أكو إمام ثالث عشر لو ماكو إمام ثالث عشر. نتيجة للتقحم، نتيجة لعدم الورع، نتيجة لحالة العجز في متابعة الأمور العلمية والعقائدية، أدى ذلك بالناس إلى أن يقعوا ضحايا بأيدي أصحاب الأجندات الخبيثة وأصحاب المآرب الخبيثة. قبل 3 أسابيع أو أسبوعين كتب مايكل نايتس، أحد أخبث المحللين السياسيين الأمريكيين، وأغلب كتاباته هي تقرير لأمر واقع في السياسة الخارجية الأمريكية. مايكل نايتس هذا يكتب عن أسباب قوة الشيعة، يشير إلى المرجعية ويشير إلى 40 الإمام الحسين عليه السلام. 40 الإمام الحسين مظهر هائل جدا. هذولا راح يقفون أمامه يقولون والله عاشت ديهم، خوش يقدمون أكل وخوش يقدمون خدمة، لو راح يعملون كل ما من شأنه أن يشوه صورة 40، أن يخفف من حماس الناس باتجاه الحسين، أن يقلص العقيدة بالحسين، أن يقلص العقيدة بأئمة الهدى، أن يفعل كل ما من شأنه أن يوجد فاصلة ما بين عقيدتنا وما بين جمهورنا. لذلك يصير عندنا هذا الحالة. طبعاً شوف خبث هؤلاء، نتيجة لأنه المراد من عندهم أن يسقطوا المرجعية، والمرجعية شلون تسقط؟ أسقط الحوزة. الحوزة شلون تسقط؟ أسقط العمامة. إجا المجرم صدام لأغراضه الخاصة، لأغراضه الخاصة، بعد ما شاف أن الانتفاضة الشعبانية أثبتت أن كل جهد البعثيين ذهب هباء، ومن جاء في الانتفاضة الشعبانية التي لو لم يكن الأمريكان قد وضعوا إصبعهم الخبيث في هذه القضية لرأينا أن النظام لن يبقى في تلك الفترة أكثر من أسبوعين. أنا أتحدث عن علم بما كان يجري في الكواليس، لكن الأمريكيون هم الذين أعطوا الضوء الأخضر للمجرم صدام أن يكتسح بجرائم وبغيرها كل المناطق دون أن يبالي. ولذلك الإعلام العالمي يوم ذاك أمام مجازر البصرة والعمارة والسماوة والناصرية والحلة وبقية المناطق، الكوت صفر، كأن شيء مر، كل شيء مر. بل أتذكر بشكل جيد ما كتبته صحيفة لوس أنجلوس تايمز عن الوحدة الأمريكية التي كانت ترابط أمام مستشفى السماوة، يقولون لمراسل الصحيفة بأننا راسلنا القيادة بأن مجرمي صدام يلقون بالمرضى بالجرحى من أعلى المستشفى إلى الأرض، ونستطيع أن نخلص الناس، فقط يعطوننا إذنا بذلك، نستطيع أن نوقف هذه المجزرة. قالوا لم يكونوا يعطونا أي أمر في هذا المجال. لكن مع كل ذلك كان قراره بعد ما اكتشف أنه لم يستطع بسياسة البعث أن يدخل إلى داخل بنيان القواعد الحاضنة، عند ذلك اتجه إلى الحوزة. دفعة واحدة كل طلاب معهد الأمن القومي أدخلوهم إلى كلية الفقه في يوم واحد، على ما نقله المرحوم الأخ الأكبر الشيخ محمد حسين رحمه الله، قال في يوم واحد أدخلوا 400 طالب من المعهد الأمن القومي بعنوانهم طلاب كلية الفقه، دفعة واحدة تحولوا إلى عمائم. شنو اللي راح يصير عندك؟ يصير عندك منحرفين لو ما يصير عندك منحرفين؟ يصير عندك مشوهين للسمعة لو ما يصير عندك مشوهين للسمعة؟ يصير عندك متسلقين على حساب العلم وعلى حساب الكرامة وما إلى ذلك لو ما يصير عندك؟ بشكل طبيعي يصير، هذا الأمر ما مستغرب.
هسه إذا صدام استغل هذا الأمر من أجل أن يمد جواسيس إلى في داخل بنيتنا العلمائية، لا شك ولا ريب أن الأمريكان حينما جاءوا استلموا هذا الملف وحولوه إلى أجنداتهم الأوسع من ذلك. وأصبح عندنا ما مستغرب أن يطلع لنا مرة دجال البصرة، مرة يطلع لنا صرخي مرخي ما إلى ذلك، كل هذه هؤلاء الدجاجلة مو مستغرب أن يطلعون، لأنهم حصيلة لتلك الفترة، لتلك الفترة تحديدا. أنا يحدثني أحد أخواننا المقربين يقول إحنا بالنجف أيام شدة وأيام ضيم والأمن كل شوية مداهم لمكان وما إلى ذلك، يقول دفعة فوجئنا برجل بدأ يغدق علينا، سمى في وقتها اسمه عبد الصاحب، يغدق علينا أموال كثيرة وما إلى ذلك، وأي واحد عنده حاجة الرجل يحميه وإلى آخره. شوية شوية دخل بعقولنا، دخل بقلوبنا، قال لنا يا جماعة الخير ترى أنا هذا الأمر مو من عندي، أنا جايبه ترى من الإمام، وبالنتيجة أنا أقول لكم دليل على صدقي. راح بعد 10 دقائق ربع ساعة راح يدخلون علينا الأمن. يقول إحنا قاعدين في سرداب مجلس في أيام عاشوراء، مجلس كبير يصير، فأنتوا لا تتحركون ولا تحجون، ما راح يشوفوكم، أنا أقول لكم ما راح يشوفوكم. يقول بالفعل دخلوا الأمن يفتشون، يقول له سيدي كل شيء ماكو، ماكو أحد هنا، مع أنه بالعشرات قاعدين. زين أنت اللي ما تفتهم هاي القضايا شو يصير بيك؟ راح تقول والله هذا صدق، بينما هو متفق عليه في أن يلعب هذا الدور وهم يلعبون ذاك الدور. وإذا عبد الصاحب قامت قعدة يتحول دفعة واحدة إلى أن الناس يبلغوا بكل أسرارهم، ثم يتبين أنه ضابط مخابرات. أنا ما أستغرب إذا ما تكون هذه الحالات كلها. هسه اليوم إذا الصرخي مد أيادي إلى السعوديين والإماراتيين ويرتع بأموالهم ويتحدث بلغة البترية المقذعة، ما أستغرب من عنده، هو نتاج إلى هاي الحصيلة. اللي تمرجعوا في آخر الزمن دفعة واحدة صار مرجع وما إلى ذلك، ما أستغرب من عندهم، لأنه أكو عمل حثيث من أجل تخريب قدسية هذه المرجع. الآن انظر لما يتحدث الإمام بأن 16,000 من البترية سيقاتلون الإمام، اللي مروج عند الناس شنو؟ عند أصحاب الشبهات خلال هذه الفترة شنو؟ أن الإمام راح يجي يقتل 16,000 معمم، و16,000 معمم غير الحوزة منه أكو؟ يسوقوا لك إياها بهذه الطريقة. هسه هذا المغفل يرجع لروه، والله صدق أكو 16,000، لكن ذول البترية شنو معناها؟ من هم هؤلاء البترية؟ من أين يأتون؟ ما عنده تساؤل، ما يروح يسأل، والله صدق هاي 16,000 وين بالنجف؟ معناها ذول حوزة. بينما يا أخوان الأعزاء البترية قوم مناهضون لأهل البيت، نقطة رأس سطر، أعداء لأهل البيت. من نعرفهم؟ كل من ينزل الأئمة في مقام هو أنقص من مقامهم الذي أوضعهم فيه الله جل وعلا، هذا يسمى بالبتري. اللي يتحدث بولاية علي بن أبي طالب لا يمكن له أن يتحدث بولاية الآخرين، حينما يتحدث يكون بتريًا. من ينظر إلى فاطمة الزهراء لا يمكن أن يتحدث بأنها لم تظلم، لأن ظلمها مثبت في كتب أعدائها، في كتب المدرسة التي عملت على أن تشوه سمعة فاطمة. وإلا شنو معناها؟ البخاري الذي يقول بأن الرسول قال فاطمة بضعة مني، من أرضاها أرضاني ومن أغضبها أغضبني، وبعدها بعدها بصفحتين أو ثلاثة يقول بأنها ماتت وهي واجدة على فلان وعلى فلان،
ولم يشهدها واجدة، يعني شنو غاضبة. طيب ليش ما تشتغل هناك وتشغلوها بس على علي بن أبي طالب، أنه علي بن أبي طالب راد يتزوج عليها وهي ما قبلت وغضبت والرسول غضب إلها، والرسول نسى التشريع ونسى الأحكام القرآنية والتهى بأنه فاطمة راح يتزوج عليها علي بن أبي طالب، مع أنه القصة كلها مفبركة من أولها إلى آخرها. ذاك الوقت هذا اللي يفتش على أنه فاطمة ما مظلومة، وأنه هذا اللي تقولون عنه قاتل، والله خطية مظلوم، والله خطية مقدس، والله خطية كذا كذا إلى آخره، شو نسميه؟ نسميه بتري. هذا هؤلاء البتري 16,000 من المنافقين تجي تعممهم على مرجعية وعلى حوزة. شلون؟ وين الدين هنا؟ أنا أدري ماكو دين، لكن بالنسبة إلى هؤلاء اللي يستسلمون إلى هذه الروايات، عمي اتقوا الله في دينكم. الحوزة ما محتاجة إلى من أجل أن تبقى ومن أجل أن تؤدي مسؤوليتها، ما محتاجين إلى أنه أحد يدافع عنه. هذا كيان مرعي، شاء من شاء وأبى من أبى، مرعي من قبل إمام الزمان وسوف يبقى للأخير، ما بها مجال هنا. لكن مع كل ذلك على المؤمن حينما يرقب أن هناك جهد سوف يبذله الأعداء وسوف يعملون بكل ما من وسعه أن يحققوا أجندتهم الأخيرة. شوف أجندتهم اللي تشير إلى الروايات ما تشير إلى الأجندات الأولى بشكل مفصل، لكن الأجندة الأخيرة اللي هي إسقاط ما في العراق وإسقاط المرجعية الدينية في العراق تشير إليه الروايات بشكل واضح وصريح عبر ظاهرة السفياني، والذي لا يكون له همة إلا العراق. هذه القضية تعود إلى هذا. لكن واجبك شنو أمام هؤلاء المشككين، أمام هؤلاء المضللين، أمام هؤلاء الدجاجلة، أمام هؤلاء الحاقدين لسبب أو لآخر؟ هسه أحفاد صدام، يتامى صدام، يتامى الرفاق، سمهم ما تسمهم، هذول صنف أحفاد لينين وما إلى ذلك، صنف أحفاد كل الناس اللي نشأوا في بيئة فاسدة، هذول صنف. لكن بالنتيجة ذول يتواجدون ويانا. واجب المنتظر إن لم يتصدى للشبهات ويدافع عند ذلك، لا يستغرب باشر أن يكون شريك في إيجاد مثل هذه الظواهر. موسى عليه السلام حينما نزل أمر الله جل وعلا على بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم، ضج موسى بالدعاء، إلهي هذول بهم 2500 عالم مخلص، شلون ذول يقتلون بعضهم؟ قال ما مؤدى الرواية: لولا أن هؤلاء تواكلوا ما نشأ أولئكم. ذولاك اللي قالوا أرنا الله جهرة، لو ذول العلماء مبينين علمهم ومقوين عقيدة الناس ما راح أحد يقول لي موسى أنه أرنا الله جهرة. هذا الأمر أنا ربما أسهبت بالحديث عنه لسبب أساسي، وهالمرة حديثي مع أخواني المنتظرين دون سواهم، أخواني اللي يقولون إحنا معبئين من أجل أن ننصر إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه. اليوم عندكم واجبات ما تنتظر الباكر، أبداً ما تنتظر الباكر. واجب الساعة ما ينتظر إلى الساعة اللاحقة، أكو فرض جاي تروح، وأكو ناس جاي تضلل، أكو ناس جاي تخدع. أنقذوا أيتام آل محمد من شذاذ الآفاق، من الناس الجهلة، من الناس اللي عندهم من الدناءة بمكان بحيث يمكن لهم أن يطيحوا بكل شيء. هذا مو عمل رفاهي أو عمل ثانوي، هذه من أعظم الواجبات اللي علينا أن نتصدى لها. زين واجباتنا وين؟ احنا جاي نشوف التشكيك ترى مو بس بالمرجعية والحوزة والعلماء وما إلى ذلك. وأنا هنا
بين قوسين أرجوكم لا تخلون القضايا الشخصية. اللي يتحدث عن السيد السيستاني ترى ما يقصد السيد السيستاني بس، يقصد كل المقام. اللي يتحدث عن السيد الخوئي ما يتحدث عن السيد الخوئي بس، اللي يتحدث عن السيد الخميني ما يتحدث عن السيد الخميني بس، اللي يتحدث عن السيد الخامنئي ما يتحدث عن السيد الخامنئي بس. جزء عندك اختلاف، جزء عندك وجهة نظر، لكن المقام يجب أن يحفظ. هذا المقام ممالتنا. من قال ارجعوا صاحب هذا المقام. المرجعية أنا ذاكر أكثر من مرة، المرجعية من إجت اسمها مرجعية؟ لأنه أمرنا بأن نرجع، ارجعوا إلى رواة حديثنا. كذلك العلماء من تسلط عليهم ألسنة التسقيط وألسنة التشويه والتجهيل، لا تتصور أنه ذول يقصدون هذا الشخص أو ذاك الشخص، وإنما يقصدون هذه العمة بما تمثله من ارتباط جاد وواقعي بفقه أهل البيت. الخطر عندهم فقه أهل البيت. اليوم قبل كانوا أعداء المذهب لهم صيغة طائفية، اليوم العداوة امتدت إلى الصيغة السياسية، إلى الصيغة الأمنية، إلى الصيغة العسكرية، امتدت أصبح صيغ متعددة. أمريكا اليوم شايلة هم العداء، إسرائيل شايلة هم العداء، ما عادت القضية مجموعة من نواصب الوهابية أو من الحاقدين أو ما إلى القصة، ما بقت عند هذه القضية. ليش؟ أنا نسيت أكمل ذكر الشاهد مع المجدد الشيرازي قدس الله روحه، حينما أفتى ورأى تطبيق الناس إلى هذه الفتية استشعر الخطر من ذاك اليوم. قالوا العدو، قبل كنا مخفيين، ما كانوا مطلعين على أوضاعنا، بس اليوم دخلنا بمعركة مباشرة وياهم وشافوا أثرنا في هذه المعركة بشكل طبيعي. روح انظر إلى هذاك التاريخ، قرارات إخراج الإيرانيين من الدين كانت تعمل بكل شراسة، الحجاب ممنوع، الصلاة ممنوعة، المساجد الحسينيات عبثوا ما شاءوا، ونفس الأمر طبقوا في تركيا، لكن تركيا نجح الأمر إلى حد بعيد، أما في إيران بسبب المرجعية سقط الأمر. اشتغلوا البريطانيين مع الوهابيين، اشتغلوا مع البهائيين، اشتغلوا مع القاديانيين، اشتغلوا مع هذه الفرق. وين نجحوا هؤلاء وين فشلوا؟ الوهابية نجحت في المواضع الخاصة بهم، القاديانيين نجحوا في المواضع الخاصة بهم في الهند، البهائيين الوحيدين اللي فشلوا لأنه بيئتهم المرجعية وبيئتهم الحواضن الشيعية، ما استطاعوا إلا أن يتحولون بعد ذلك إلى دين آخر وإلى ديانة مستقلة عن الوضع الديني. السبب وين؟ سبب المرجعية. داعش وين؟ مرجعية. مقاومة وين؟ في لبنان، المرجعية. المقاومة في فلسطين وين؟ المرجعية. الانتصارات الكبرى اللي تتحقق في إيران وعناد إيران تكبر إيران على الاستكبار من وين؟ المرجعية. كل هذه المرجعية إذا راح يقولوا لها والله خوش مرجعية أنتم، لو راح يعملون كل ما من شأنه أن يحول بين الناس وبين هذه المرجعية ومؤسسات هذه المرجعية. أختم وأذكر بكلام عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم لابنه حين وذكر الكلام، لكن هذه سياسة قررت منذ ذلك اليوم، هذه السياسة اللي الآن جاي نشوفها قررت في ذلك اليوم، حينما رآه ابنه لا يشتم عليا ويتجبجب، لا يشتم عليا يعني بلسان واضح وهو الخطيب المفوه، سأل يا أبا ما لي أراك كلما وصلت إلى ذكر هذا الرجل تجمجمت، أصابك حالة اللسان اللي الإنسان لما يتجمجم يعني يحكي يتلفظ بكلمات بس ما مفهومة، هاي يسموه حالة الجمجمة. قال يا بني إن لهذا الرجل، ويقصده علي بن أبي طالب، إن لهذا الرجل من الفضائل ما لو أن الناس سمعوا به لما بقي منهم أحدا أبدا. قصتنا الآن
أن الناس لو سمعوا وأدركوا ماذا يعني زهد مراجعنا العظام ما راحوا تلفتوا إلى غيرهم. لو عرفوا طبيعة التقوى، طبيعة الجهد الذي يبذل، طبيعة ما يكمن في داخل الحوزة العلمية ما وجهوا الأنظار إلى غيرهم. لذلك اللي عنده مصلحة في أن يمنع الناس من أن تنظر إلى هؤلاء قطعا سوف يكون هو السبب الرئيسي وراء تشويه صورة المرجعية، وراء إبعاد الناس من المرجعية، إبعاد الناس من الحوزة، إبعاد الناس من العلماء. لأن الأصل في هذا العصر هو أن يعيش الناس في الجهل. وإذا سألتم كيف يمكن لذلك الزمن أن يتسيد عليه الرويبض وهو التافه من الناس، فلأن الناس نسوا الرجوع إلى أصحاب العلم ويمموا أطرافهم إلى التافهين من الناس. أكتفي بهذا القدر، والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبداً.